أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين للصديقة فاطمة صلوات الله عليها بركات خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين عليهم السلام هي روح النبي والروح حياه النفس اعظم وجود الانسان بروحه هي منشا الخيرات والبركات والافكار والاعمال هي مصدر الملكات والصفات نبوه النبي صلى الله عليه واله بروحه وسمو اخلاقه في روحه ومقامه القرب بروحه اذن الروح هي شخصيه الانسان وتكوينه الحقيقي. ورسول الله صلى الله عليه واله وصف فاطمه بانها روحه التي بين جنبيه. وكلام النبي منزه عن المبالغات. لا افراط فيه ولا تفريط. مخبر عن واقع حقيقي درك هذا الواقع بهذا المعنى يحتاج الى مجال واسع ويحتاج الى قلوب تعي هذه الحقيقه وتدرك هذه الحقيقه بالنسبه للائمه عليهم السلام خصها الله عز وجل بعلم افاضه عليها بالمباشره هذا العلم يخبر عن حقائق الاشياء وعن حوادث الايام وعن ما يدور في العالم في الحاضر وفي المستقبل الى يوم القيامه جمع هذا العلم بيد امير المؤمنين صلوات الله عليه ودون في مصحف عرف بمصحف فاطمه هذا المصحف الشريف من مصادر علوم الائمه من المصادر التي يروي عنها الائمه عن هذا المصدر ويخبرون الناس عن الوقائع والاحداث يتميز بمزايا المزيه الاولى انه علم مباشر من الله تبارك وتعالى اعطاه لفاطمه المزية الثانية أن هذا العلم الله عز وجل أنزله عليها لكشف الهم والغم عن قلبها بفقدان والدها وكأنه نوع تعويض عن فقدان النبوة بهذا العلم الإلهي لتسليه خاطر فاطمه. الميزه الثالثه ان هذا العلم وهذا المصحف يشتمل على كل العلوم. يشتمل على علم القران ويشتمل على تفاصيل الوقائع والاحداث. ولكنه ما فيه ايه من القران في مصحف فاطمه لا توجد ايه من القران وليس فيه حلال وحرام وانما اخبار عن الوقائع وعن الاحداث وعن اسماء الناس اسماء المؤمنين اسماء غير المؤمنين وظائف الأئمة ومن مزاياه أن هذا الكتاب الثاني الذي دونه أمير المؤمنين بيده المباركة بعد القرآن الكريم أمير المؤمنين دون مصحف فاطمة بيده الشريفة فهذا كتاب محتف بالعصمه في نزوله جبرائيل نزل به وميكائيل واسرافيل نزلهم نزولين نزول دفعي ونزول تدريجي ونزل على فاطمه هذا الكتاب ودونه امير المؤمنين. اذا العصمه محتفه بهذا الكتاب فالعلم الذي فيه لا يقبل الخطا لا يقبل الاشتباه هو حقائق واقعيه مطابقه للواقع ويتميز ايضا ان ثلاثه من ساده الخلق جمعوا هذا الكتاب نزل به جبرائيل وهو سيد الملائكه على سيدة النساء كتب بيد سيد الاولياء والاوصياء كتاب كل ما يتحدث عنه الانسان والباحث لا يصل الى حقيقته وجوهره وهو ليس من العلوم العقليه للانسان بعقله يمكن ان يدرك هذا المعنى وانما هو من الاسرار ولا زال من الاسرار هو من مواريث الامامه الائم من بعد فاطمه يتوارثون هذا الكتاب وهو اليوم عند سيد الوجود وحجه المعبود ولي الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من مصادر العلم عنده فالحديث عنه ليس من القضايا العقليه حتى يعرضها الانسان الى الموازين العقليه وانما هو من احاديث الغيب من الحقائق الغيبيه تعرف بواسطه الروايات بواسطه النصوص لذا الائمه عليهم السلام تحدثوا عن هذا العلم الذي اعطاه لفاطمه اعطاه الباري لفاطمه ومنه اخذ الائمه عليهم السلام بعض الاشياء التي نقلوها الى الناس لاحظوا مثلا هذه الروايه عن الامام الصادق عليه السلام في روايه حماد بن عثمان روايات عديده اكو عن الامام الصادق في التعريف بعلم فاطمه وبمصحف فاطمه بالخصوص، الإمام عليه السلام كان في مجلس نقل واقعه من الوقايع، أشار إلى بعض الملوك وبعض الدول الظالمه، فسئل من أين هذا الإخبار عن واقع دول.. سياتي زمانها في المستقبل. قال هو من مصحف فاطمه، فسئل ما هو مصحف فاطمه؟ الراوي حماد بن عثمان، قال ان الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه واله، دخل على فاطمه من وفاته الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل يعني الإمام هم إذا كان يريد يوصف هذا الحزن ما كان أكو أحد يدرك شنو مدى لأن روح المعصوم مو مثل روح الإنسان العادي روح المعصوم تختلف في سعتها وفي دركها وفي شعورها تختلف كاملا عن الناس العاديين فالناس العاديون أرواحهم محدودة استيعابها محدود قد ما يريد يوصف الإمام الحزن الذي نزل على فاطمة لا تدركه فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها تكريم خاص تعظيم خاص هذا. فشكت ذلك الى امير المؤمنين عليه السلام اي الشكوى بمعنى الاخبار فقال اذا احسست بذلك وسمعت وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا أكوها بروايات تصف هذا المصحف حجم شنو ورقة شنو دفتاه شنو ثم قال الإمام أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام يعني ليس بفقه ولكن فيه علم ما يكون الوقائع المستقبليه بتفاصيلها ساذكر بعض التفاصيل اللي تبهر العقول حقيقه يعني اسماء الوقائع الحوادث اسماء الاشخاص فيها اسماء الازمنه تواريخ تفاصيل الاحداث موجوده في هذا الكتاب في روايه اخرى روايه ابي عبيده ايضا عن الصادق عليه السلام ينص على ان الملك الذي يحدثها هو جبرائيل قال ان فاطمه مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه واله خمسة وسبعين يوما بعد شهادة النبي وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها جبرائيل مو من عنده جاي جاي من الباري مرسول ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه هذا بفلسفة شنو هذا يحتاج ده شرح ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها الأحداث التي تجري على أولادها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة. هنا اكو الفاتح ان هذه العلوم التي دونت في هذا المصحف الشريف، هو اما العلم بالمقدرات الالهية، التقديرات الالهية للخلق الله عز وجل اخبر بها فاطمه ودونت في هذا الكتاب. واما من باب العهود والمواثيق في عالم الميثاق التي حصلت قبل عالم الدنيا. وجعلت الدنيا ساحه اختبار لتنفيذ تلك العهود والمواثيق. الموجوده قبل عالم الدنيا فما تم الاتفاق والتعاهد عليه بين الباري عز وجل وبين خلقه دون في هذا الكتاب والمقدرات في الدنيا تجري بحسب الاختيارات التي الناس اختاروها قبل مجيئهم لذا ورد ان في هذا الكتاب كل حادث يكون واسماء الملوك والسلاطين ايضا مدون في هذا الكتاب الى ان تقوم الساعه كتاب تفصيلي في الاحداث وفي الوقائع ولذا هو ثلاثه اضعاف القران القران مصحف واحد اما حجم مصحف فاطمه الروايات تقول ثلاثه اضعاف القران لان فيه تفاصيل وهذا هو كان معروفا ايضا عند الشيعه والموالين كانوا يسالون الائمه عليهم السلام عنه كثيرا في رواية أبي بصير رواية فصلت ما في هذا الكتاب من حقائق، هذا كل شيعي لازم يعرف هاي الأمور، يطلع عليها حتى يعرف مكانة فاطمة وبركة فاطمة على الوجود قد عظيمة ما من مخلوق إلا ولفاطمة بركة عليه السماوات والارض بركتها على كل المخلوقات بركتها حتى على سادة الوجود بركتها أهم. هي مباركه روايه ابي بصير قال سالت ابا جعفر الامام الباقر عليه السلام عن مصحف فاطمه السائل منه والمسؤول منه السائل باقرار المسلمين وغير المسلمين المسؤول باقرار المسلمين وغير المسلمين انه بقر العلم بقره فلا ينطق عن شيء الا وفيه علم والسائل شخصيه مثل شخصيه ابي بصير في درجه عاليه من الاعتبار ساله عن مصحف فاطمه قال له انزل عليها بعد موت ابيها قلت ففيه شيء من القران هذا حتى العامة يفتهمون ولا يقعون ضحية التضليل اللي يقولون الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن. لا، مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن أصلاً. فيه بعض مضامين القرآن، علم القرآن فيه. أما آيات القرآن لا. فقال ما فيه شيء من القرآن قلت جعلت فداك في فما فيه قال فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة خبر مو إنشاء أهل العلم أهل الفضل يلتفتون لهذه النقطة يعني أحكام شرعية واجب وحرام ما بي إنشاءات ما بي إخبارات فيه عن وقايع وعن أحداث وفيه خبر سماء سماء سماوات السبع سماء سماء فيه أخباره وعدد ما في السماوات من الملائكه كم عددهم وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل واسماؤهم واسماء من ارسل اليهم واسماء من كذب ومن اجاب حتى المنافق اسمه موجود والمؤمن اسمه موجود واسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الاولين والاخرين هاي لغه الرموز والارقام هنا تقرب المعنى شلون كتاب يتضمن هيك تفاصيل واسماء البلدان وصفه كل بلد في شرق الارض وغرب جغرافيا فيه تاريخ فيه فيزياء فيه وعدد ما فيها من المؤمنين وعدد ما فيها من الكافرين كل بلد ايش قد بيه مؤمنين ايش قد بيه كفار وصفة كل من كذب وصفة القرون الأولى وقصصهم ومن ولي أولى من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم كل واحد قد يحكم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد واحد وصفة كبرائهم وجميع من تردد في الأدوار علم شامل بكل التفاصيل. وفيه علم القران كما أنزل. مو كما حرف علم القران كما أنزل. لأن الأعداء حرفوا معاني القرآن في مصحف فاطمة علم القرآن الحقيقي كما أنزل وعلم التوراة كما أنزل اليهود إذا يريدون يعرفون حقائق ما نزل في توراتهم يلجؤون إلى آل محمد إلى مصحف فاطمة يعلمون وعلم الإنجيل كما أنزل وعلم الزبور وعدد كل شجره ومدره في جميع البلاد يعني الخريطه للتكوين الله عز وجل حينما كون الكون خريطه التكوين تفاصيل التكوين ما اعطاها الى انبيائه اعطاها لفاطمه وهذا جزء من معنى انه فاطر وهذه فاطمه جزء من هذا المعنى خريطة التكوين والفطر والخلق عندها قال أبو جعفر عليه السلام لاحظوا شلون نزل هذا المصحف وعلم هذا المصحف قال ولما اراد الله تعالى ان ينزل عليها جبرائيل وميكائيل واسرافيل. هذا هنا تفصيل. قبل قليل قال جبرائيل. لان جبرائيل هو السيد هو الزعيم. فتارة ينسب النزول اجمالا الى الرئيس، الان في مقام التفصيل ذكر من معه ايضا. فينزل عليها جبرائيل وميكائيل واسرافيل ان يحملوه هذا كتاب مصحف يحمل فينزل به عليها الله عز وجل ينزل هذا المصحف وذلك في ليله الجمعه من الثلث الثاني من الليل يعني قريب السحر هذا الوقت اللي النفحات الالهيه فيه فهبطوا به وهي قائمه تصلي في جوف الليل فما زالوا قياما حتى قعدت يعني من الصلاة ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها كامل هذا نزول آخر ها نزول آخر فقالت لله السلام ومنه السلام واليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام ثم عرجوا الى السماء يقول الإمام الباقر عليه السلام فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه لأن يعني فيه تعاليم فيه وظائف حتى أتت على آخره ولقد كانت عليها السلام لاحظوا هنا الإمام يعطي القاعدة ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله. جميع من خلق الله، الجميع من الأدوات التي تستوعب العموم، مو هي من أدوات العموم فقط، تستوعب العموم. من الجن والإنس والطير والوحش والانبياء والملائكه فليعرف يعرف الانسان المؤمن قيمه الولايه لفاطمه قد عظيمه قلت ابو بصير يقول قلت جعلت فداك فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها بعد رحيلها من الدنيا وين صار المصحف قال دفعته الى امير المؤمنين عليه السلام فلما مضى صار الى الحسن ثم الى الحسين ثم عند اهله حتى يدفعوه الى صاحب هذا الامر بصير على ابو بصير وهو رجل عالم قال إن هذا العلم كثير. شنو من علم هذا؟ قال الإمام عليه السلام يا أبا محمد هي كنية أبي بصير إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله بس. وما وصفت لك بعد ما في الورقه الثانيه ولا تكلمت بحرف منه اصلا هذا هنا اللغه واللسان يتوقف بعد عن الكلام يدرك ولا يوصف يستفاد من الاخبار ايضا ان الشيعة كانوا يدخلون على الائمة عليهم السلام لتحصيل الضمان والاطمئنان بان اسماءهم مدونة في مصحف فاطمة تقر نفوسهم بذلك فكانوا يدخلون على الائمة يسالون عن اسماءهم مدونة في هذا الكتاب او غير مدونة في بعض مصادر العامة يعني هذا المصحف ليس من مختصاتنا فقط، حتى بعض مفسري العامة ومحدثي العامة أيضا تحدثوا عن هذا المصحف، بل لعله المشهور بينهم أن حروف هذا المصحف نورانية يعني مو مكتوبة بالجوهر بالنور وفيه معاني مفتتح السور القرانيه الحروف المقطعه في القران تفصيلها وين؟ في مصحف فاطمه هذا هم سر من الاسرار الامام الروايات عند العامه تكشف عنه مجموع هذه الحروف في كتب العامة يكون عبارة بين قوسين صراط علي حق نمسكه الله على محمد, وعلي محمد رواية أخرى هاي الرواية رجالها من الأكابر ومضمونها عميق وعظيم. يرويها عبد الله بن الفضل. هذا الرجل من ثقات أصحابنا ومن المصنفين فيهم عند كتب عند كتاب. وهو هاشمي من بني هاشم هذا الرجل. وله أكثر من ستة وعشرين رواية. في الكتب الاربعه مرويه وهذا مب عدد جيد في روايات الكتب الاربعه نتحدث عن الرجل حتى نعرف الروايه شنو قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد اذ دخل عليه مفضل بن عمر هذا الرجل هم لازم نعرفه شويه حتى يعرف المؤمنون شنو من رجال عندهم شنو من تضحيات كانت لهم اوصلوا لهم هذا العلم وهذه الحقائق هذا الرجل من نوادر التاريخ اذا واحد يقول من نوادر البشر هو مو مبالغ في هذا الكلام ومن الرعيل الاول من اصحاب الامام الصادق والكاظم وكان الوكيل الخاص للامام الكاظم الامام يرجع الشيعه اليه في حقوقهم وفي اموالهم وعند كتابين المفضل من اعظم الكتب كتاب توحيد المفضل ما قرأه ملحد او ضعيف الايمان ودقق في مضمونه الا وافاده نفعا وربما هداه الى الصراط المستقيم كتاب توحيد المفضل هذا واصل الينا الكتاب لكن عند كتاب اخر في الفيزياء واسرار السماء والارض وخصائص الاشياء ماخذها ما من الامام الصادق هذا الكتاب للاسف لم يصل الينا هو نظير جابر بن حيان في الكيمياء لكنه في الفيزياء الامام الكاظم صلوات الله عليه كان يصفه بانه انسه ومستراحه شو نقول في اوصاف هذا الرجل ربما لا نؤدي حقه، اكو طبعا بعض الاقوال والتحليلات الذامه لكنها لا تقوم على اساس صحيح وقع في حوالي 106 من الموارد في الروايات منقوله عنه علوم كثيره نقلت عنه دخل على الامام الصادق فلما بصر به ضحك اليه الامام ثم قال الي يا مفضل فوربي اني لاحبك واحب من يحبك عرفت شهاده ما توزن هذا بوزن يا مفضل لو عرف جميع اصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان، هاي الجملة هي وحدها تحتاج شرح، شنو ما عرف جميع اصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان، ربما في المعارف ما اختلف اثنان وربما في الأعمال ما اختلف اثنان لشدة البصيرة والغيرة الموجودة عنده فقال له المفضل يا ابن رسول الله لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي يعني حصلت في الدرجة أعلى مما أستحق فقال عليه السلام بل أنزلت المنزل التي أنزلك الله بها يقول عن نجوم البشر هم قليل فسأله عن بعض الأصحاب تحدث عنه لأن الوقت أدركنا أحاول أختصر من الرواية يقول هذا الراوي عبد الله بن الفضل قال فأقبل علي الإمام وقال يا عبد الله بن الفضل ان الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته هذه بشاره لكل الشيعه والموالين ان الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق ارواحكم منا أرواحكم وأبدانكم. فنحن نحن إليكم. وأنتم تحنون إلينا. لأن بعضها من بعض. والله لاحظوا القاعدة اللي ينطيها الإمام صلوات الله عليه، والله لو جهّد أهل المشرق والمغرب، يعني بذاك الزمان هم الشرق وغرب كان أكو منهم بلاء. لو جهّد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلاً أو ينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك. الطين الطيبة تكوين الطيب يحن الى اصله الطيب وما خبث لا يخرج الا نكدا وانهم المكتوبون عندنا باسمائهم واسماء ابائهم وعشائرهم وانسابهم يا عبد الله بن الفضل ولو شئت لاريتك اسمك في صحيفتنا لا تريد أراويك اسمك قال ثم دعا بصحيفة فنشرها الإمام فتح للصحيفة فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة فقلت يا ابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة قال فمسح يده عليها الإمام فوجدتها مكتوبة ووجدت ووجدت في أسفلها اسمي فسجدت لله شكرا واي روايات بهذا المعنى يدخلون على الأئمة يسألونهم هذا ويراوهم أسماء إذن يتلخص من مجموع هذه الروايات أن لفاطمة بركة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه واله، هي روحه التي بين جنبيه. وبركة عظيمة على أولادها الطاهرين. هي مصدر من مصادر علومهم. وهذا العلم ومصدريته في هذا الزمان عند ولي الزمان صلوات الله. الاحداث والوقايع وكل ما يجري عنده ببركه فاطمه سلام الله عليها. نسال الله تبارك وتعالى ان ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفه اوليائه والطاعه لهم والبراءه من اعدائهم ببركه الصلاه على محمد واله الطيبين الطاهرين.